السلام عليكم، مرحبا بكم متتبعاتي الوفيات، متتبعات قناه عالم ادم سعيد. مرحبا بكم في فيديو جديد، خصوصا المتتبعات ديالي اللي في مجموعه الواتساب الخاصه بالرجيم، المجموعه الناجحه جدا واللي كنفتخر بها كمؤسسه ديال هذه المجموعه هذه. الحمد لله، شكرا لكم بزاف، وشكرا التتبع ديالكم للزعامة والرغبة ديالكم أنكم تديروا الرجيم. فالرجيم ماشي حاجة اللي هي سهلة، والله ما سهلة، هي سهلة ملي كتسهليها انتي راسك. فالاول شي اون فوا تتفوتي واحد المرحلة من الرجيم اللي هي البداية، اللي هي اللي كتكون صعيبة، صافي راه كتكون سهلة، وما كتمشي حتى كتفوتيها الا وانتي اللي بغيتي تفوتيها وانتي اللي سهلتيها على راسك. بالرغم من العديد ديال الاخوات اللي كيخافوا بزاف واللي ما تيقدروش، فشوفوا تنقول لكم صحتك هي الاولى. السمنه عرفناها خطيره، انا عانيت من السمنه حتى عييت، عانيت منها، ولكن الحمد لله مع اتباعي شحال هذه ان شاء الله، اتباعي لهذا الريجيم هذا، الحمد لله وليت كنلقى صحتي، وليت كنلقى راحتي، وليت مواظبه على الماكله ديالي، وليت كندير اكل صحي، وليت عارفه راسي شحال خاصني ناكل شحال ما خاصنيش ناكل. فاخوات بزاف تيقولوا لي بغيت ندير، البارح ملي حطيت البوست اللي حطيته في اليوتيوب شحال وحده راسلتني على الانستغرام، انا جات كنبغي ندير الاخت امينه، بالضبط الاخت امينه قالت لي راه شحال من خطره كنبداه وما تنزعبس تماما، بحال الفيديو الفكاهي اللي كنتي درتي لينا. انا داك الفيديو ما درتو الا وعرفت بزاف ديال العيال اللي كيعانيو منه، لانني انا بالضبط كنت كنعاني منه شحال هادي، ولكن دابا الحمد لله. شوفوا والله ملي كتبعوا الحياه ديالكم واحد النمط واحد السياق كتبقاو غادي فيه اللي هو زوين، كتحسي به انك زوين، راه ما عمرك ولا ما عمرو غادي يخطاك نهائيا. فاليوم ان شاء الله جبت درت هذا الفيديو، غنبقى معكم دائما لانني وليت مفرطه في متتبعاتي، واخا المهم وليت متابعاهم عن بعد، يعني الاخوات اللي معايا في الجروب ديال الواتساب اللي نزلوا الحمد لله، كاينه اللي نزلت 50، كاينه اللي نزلت اكثر من 50 كيلو، والله القسم تصوروا بنادم كيكون 100 وزياده، 120 130 وكيولي في 68، راه شي حاجه كتفرحك. كيفرحوني بزاف ملي كنسمع شحال وحده مسكينه اللي كانت مريضه وما بقاتش مريضه، واحد الاخت جوج اخوات كانوا راسلوني، واحد الاخت كانت راسلاتني على السكر في الواتساب، هي معايا في المجموعه ديال الواتساب، وراسلاتني وقالت لي اختي نجات راه شوفوا، كون كان يمكن لي انا نحط لكم الاوديو ديالها نحط لكم تسمعوه، ولكن ما يمكنش لانها كتبقى شي حاجه شخصيه. الا شافت هي الفيديو بغات تكتب مرحبا بها تكتب لكم وتبين لكم شنو كاين، فقالت لي انا عانيت من السكر شحال هادي، وهي المراه شويه كبيره، والحمد لله ملي مشات عند الطبيبه قال لها كيفاش، قال لي هذا الريجيم، قال لي دايره راه ريجيم، راه شي حاجه راه زوينه، قال لك دايره مع اللي دايره مع دوك الاخوات راه زوينه، راه ملي وصلاتك، ملي ولا كيهبط لك السكر، وملي ولا كيمشي طبيعي، راه الحمد لله. اخت ثانيه كذلك زولت الانسولين بفضل هذا الريجيم هذا، الحمد لله كانت كدير الانسولين يوميا، وبفضل الله هو الاول عاد الريجيم. فالحمد لله حيدات الانسولين. تصوروا راه انا هي كتعاود ليا وانا كنبكي، لان شي حاجه اللي هي كتحمدي عليها الله وكتشكريه. المهم حنا دائما في هذا الشيء، اللي بغات ان شاء الله تنضم اكيد. المهم حنايا بغينا نديرو تحدي ان شاء الله من هنا رمضان، الله يدخل علينا بالصحه والسلامه، لان رمضان كنعرفوا ان فيه الماكله وفيه القص، وفيه بالنسبه للاخوات اللي عندهم السمنه غادي نوقف معاهم ان شاء الله في سبيل الله، غنوقف معاهم باش انهم ينقصوا، وغنزعمهم باش انهم ينقصوا. فغنديروا تحدي ديال الاخوات اللي بغاو يضعفوا، وان شاء الله من هنا لرمضان باذن بإذن الله نطيحوا واحد 10 كيلو من الجسم ديالنا. غادي تقدروا بهذا الريجيم هذا ان شاء الله، غادي تقدروا ان شاء الله بفضل الله. راه انا كنقول لكم داكشي اللي كاين وداكشي اللي عشتو مع الاخوات، وهالاخوات كل وحده فيهم غتحط لكم تعليق باش تعرفوا اشنو كاين، وتقراو التعاليق وتفهموا كل شيء شنو كاين. كما قلت لكم غنديروا تحدي من رمضان ان شاء الله، نحاولوا نطيحوا واحد 10 كيلو باذن الله. اي اخت بغات تنضم لينا، اي اخت بغات تشارك معنا، مرحبا بها. الرقم غادي نحطو لكم اسفل الفيديو، غنبقى معكم دائما في خصوص الريجيم، غنعطيكم
دائما الريجيم الاسبوعي، وغنحاول كل نهار ندربكم نذكركم بالريجيم اللي غادي ديروا غدا ان شاء الله الى استطعت اكيد. المهم غادي نبدا معكم اليوم، بغيت اي وحده بغات تنضم لينا، ولكن عافاكم اخواتي، انا غنعطيكم الريجيم دابا، ولكن اخواتي الى بغيتي تنضم للمجموعه اول حاجه ما خاصكش تدخلي وتخرجي، يعني غادي تدخلي غتضربي طليله وتخرجي وغادي يعمر لك التليفون وغتخرجي، لا انا بغيت اللي غتدخل حيت هي بغات دير ريجيم، هي بغات تونس مع الاخوات وبغات دير ريجيم وبغات طيح وبغات توصل للوزن المثالي اللي هي بغات، ماشي اللي الناس بغاو، اللي هي بغات تبقى فيه واللي هي بغات اللي حاسه براسها انها تقدر تحيده. هذه هي الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه انك تشاركي معهم دائما الاخوات في المجموعه، دائما كيشاركوا. الحاجه اخرى ان اصحاب القنوات ما بغيتش، يعني اصحاب القنوات اللي بغات انها ماشي تسمعي مجموعه وتقولي يعني بغيت ندخل باش نبدا نبارطاجي الفيديو ديالي، حنا ممنوع عندنا اصلا تما الروابط، كيتحط الرابط ديالي فقط هو اللي كيحطوه البنات هكا الا كان خاص بالريجيم ولا شي حاجه بحال هكا، لا غير شي حاجه اخرى ما كتحطش، لان ما حنا ما داخلينش باش نبداو نديرو اشهار اليوتيوب للقناه ديالنا، داخلين على اساس اننا نطيحو من لو بوا ديالنا ونوصلوا لواحد الوزن المثالي. دونك اي وحده غادي تخلى هاد الشروط هذا راه غادي تخرج من الجروب، لان كاين ادمينات، الجروب منظم، الجروب زوين، كاين ادمينات اللي غادي اللي كيواظبوا عليه وشكرا ليهم بزاف. اشنو اخر كما قلت لكم، بغيتو تدخلوا متاكدين من راسكم انكم باغين تطيحوا، متاكدين من راسكم انكم باغين تواظبوا، ما غاديش تقولوا لي عمر لي التليفون غادي نخرج، ما المهم اللي متاكده باش تخلي فرصه لواحد اخرى، ما يمكنش ندخل انا بزاف ونخلي وحده اخرى مسكينه باغا هي اللي باغا دير ريجيم ما غاداش تدخل. دونك هادشي اللي كاين هاد الساعه، ان شاء الله نتمنى ان الشروط تكونوا فهمتوها، وهاد الشروط كنديروها باش يبقى واحد النظام زوين في المجموعه. الحمد لله المجموعه العمر ديالها عامين تقريبا، دابا راه عامين باش كاينه المجموعه في الواتساب، ودائما منظمه، دائما زوينه، دائما كل اسبوع كنلقاو اخوات اللي طيحوا الوزن ديالهم. الريجيم غادي نشرحه لكم ان شاء الله مره اخرى، ولكن دابا غنعطيكم الريجيم الاسبوعي اللي غنتابعوه. اللي بغات تتابع الريجيم تكتب ليا، انا غادي نتبع معكم الريجيم وتصيفط ليا في النمره اللي كاينه اسفل الفيديو، غنحطها لكم، درتها خاصه باليوتيوب، هاد النمره درتها خاصه باليوتيوب وخاصه بالريجيم، ما بغيتش شي حد يدوي معايا من غير الريجيم، فالنمره هذه الله يرحم بها الوالدين. اللي بغات تسني في شي موضوع اخر راه كاين الانستغرام، كاين الجيميل، فقط هاد النمره وضعتها للناس اللي بغاو ينضموا معنا في الريجيم. المهم دابا غادي نقول لكم ان شاء الله الريجيم اللي غادي نتبعوا هذا الاسبوع هذا، اللي بغات تبدا من غدا باذن الله، ماشي بغيتي تبداي وتقولي لا خليتها لبعد غدا، لا عندي غدا عراضي، لا من غدا نبدا راه غادي نتجاوز هاد الخلعه هذه ديال الريجيم بطبيعه الحال. المهم الريجيم ان شاء الله غادي نبداوه من غدا يوم الاربعاء، غادي نعطيكم غدا الريجيم ديال يوم الاربعاء اللي غادي يبان لكم طبيعه الحال في الشاشه. ريجيم كما شفتوا كتشوفوا فيه راه كاتباه، انا اللي كاتباه، راه فيه السميه ريجيم شيف ام ادم سعيد، حطه الاخوات الحمد لله كيطيحوا عليه. بالنسبه لوجبه الافطار، اول شيء غادي نديروها وجبه الافطار يوم الاربعاء، لاننا كل يوم دايرين واحد البروغرام اللي غادي نمشيو عليه. يوم الاربعاء باذن الله كناخذوا واحد 7 ديال التمرات وكنزيدوا عليهم واحد الزلافه ديال الحسوه طيبه في كاس ديال الحليب. الزلافه هادو هاهما نوريهم ليكم كيديروا باش الناس ما يخرجوش. سمعتوا البنات كيقولوا الناس ما يخرجوش. المهم قطعت معكم الفيديو حيت سمعت الناس كيوعيو، الحمد لله والله ملي ولات هاد التوعيه هادي كيوعيو بالكورونا، تيقولوا الناس انهم يبقاو في المنازل ديالهم، فحاجه زوينه الحمد لله. دابا راه تيدوروا على الدروب وتيقولوها ليهم. المهم فين خليناها في الريجيم، انا بغيت نوريكم باش تشوفوا، خليناها في الريجيم ديال يوم الاربعاء، غادي ناكلو ان شاء الله اللي هو غدا باذن الله، اللي مستعد انها تبدا معنا. 7 ديال التمرات غادي نزيدو عليها واحد الزلافه ديال الحسوه ديال البلبوله طيبه في كاس ديال الحليب، حسوه ديال البلبوله
طايبه في كاس ديال الحليب غادي نشربوها. اللي ما عندهاش مع البلبوله غادي تقدر تاخذ واحد كاس ديال الحليب بوحدو، لان مخلطه القهوه مخلطه شويه واعره في الهضم، تاخذ واحد الكاس ديال الحليب بوحدو وضيف معاه واحد 50 غرام ديال الخبز، خبز يكون ديال الدار طبيعه الحال. دابا راه كلشي ديال الدار مع كورونا، راه كلشي الناس كيطيبوا في ديورهم، خذوا واحد طريف ديال الخبز ديال الدار. بالنسبه لوجبه الغداء غادي تكون واحد 100 غرام ديال الدجاج، 100 غرام ديال الدجاج مع 500 غرام ديال السلطه. كنسبقوا السلطه هي الاولى، ماشي ضروري انك تنوضي طيب راسك الدجاج، غير طيب شي واحد، طيب شي كوكوط لوليداتك ولا فيها الدجاج كتهزي منها واحد شويه وكتصيبي لك واحد طبيسين عامر بالخضره مخلطه، ما تكونش فيها البطاطا، خضره مخلطه عاديه. الى ضفتي ليها غضيفي ليها واحد شويه ديال الرز فقط، الى ما بغيتيش الرز تاكلي معاها واحد 50 غرام ديال الخبز. دونك غادي وجبه الغداء قلنا 500 غرام ديال السلطه و100 غرام ديال الدجاج. اخواتي هذا الريجيم ضروري الميزان، ضروري الميزان ديال المطبخ يكون، لان حنا غاديين بالميزان ديال المطبخ. بالنسبه للوجبه ديال العشاء كناخذوا واحد بيضه مسلوقه وتنزيدوا عليها واحد 50 غرام ديال الخبز. بالنسبه هادو بالنسبه للوجبات الرئيسيه الثلاث. باقي غنقول لكم التصبيرات اللي هما تيكونوا مع 11 ديال الصباح وتيكونوا الغد داي مع 4 ولا 5. دونك يوم الاربعاء مفهوم، غادي سكرينيو باش تبقى عندكم التصويره. بالنسبه ليوم الخامس ان شاء الله باذن الله وجبه الافطار غادي تكون واحد 40 غرام ديال الجبن ولا الفرماج اللي عندكم في الدار، سواء الفرماج ديال الدهن سواء الجبن اللي عندكم في الدار ديروا فيه واحد 40 غرام. غنزيدوا عليه واحد 50 غرام ديال الخبز اللي يكون ديال الدار، 50 غرام ديال الخبز، وكناكلوا معاه واحد الفاكهه اما معصوره اما ناكلوها هكاك. الفاكهه اللي كاينه في الدار سواء ليمونه سواء تفاحه، ضروري غتكون عندكم شي حاجه في الدار كتاكلوها في الفطور. بالنسبه للغدا كناخذوا واحد 200 غرام ديال السلطه وكناخذوا معها واحد شويه ديال اللحم. انا كاتبه هنايا 100 غرام ديال اللحم ولا واحد شويه كما قلت لكم، طيبتوا لوليداتكم خذوا واحد شويه وكلوا معها واحد 200 غرام ديال السلطه. بالنسبه لوجبه العشاء ديال يوم الخميس باذن الله غادي نحتاجوا واحد ياغورت طبيعي اللي هو ما تيكونش فيه السكر، وغنحتاجوا جوج حبات ديال الفواكه كما كانوا اللي كان عندك في الدار، كلي فيه جوج ديال الحبات. الريجيم ان شاء الله ديال نهار قلنا دابا الخميس، الريجيم ان شاء الله ديال نهار السبت، لان الجمعه تنديروا الفري، الجمعه تيكون فيه كسكسو، ما تنديروش الريجيم. دائما عندنا واحد النهار في الاسبوع كنخليوه فري ولكن كنحكموا في راسنا، ما نحاولوش اننا نسيبو كنخليوه فري اللي هو يوم الجمعه. بالنسبه ليوم السبت ان شاء الله وجبه الافطار غادي تكون هي هذه 40 غرام ديال الفرماج ولا الجبن كما بغيتو، مع 50 غرام ديال الخبز، مع اما اتاي ولا قهوه كحله نسوسين، اتاي ولا قهوه بلا سكر. غتقولوا لي السكر غادي تولفوه، 3 ايام غادي تولفوا السكر ديالكم، ما غاديش تبقاو ديروه، صافي 3 ايام الا كثرتو كاع واحد الاسبوع غادي تولفوا اتاي ديالكم بالسوس ان شاء الله. بالنسبه لوجبه الغداء غادي نحتاجوا واحد 500 غرام ديال السلطه، كنزيدوا معها واحد 200 غرام ديال الارز ولا ديال البطاطا مسلوقه اللي حبيتو، اما الرز اما البطاطا مسلوقه، وتناكلوا معها شويه ديال الدجاج تقريبا 100 غرام ديال الدجاج. بالنسبه ليوم الاحد ان شاء الله غنحتاجوا لوجبه الافطار بيضه مسلوقه ولا مقليه بلا زيت بلا والو، يعني في المقيله بلا زيت بلا والو، وغناخذوا معها شاي بدون سكر. الشاي شربوا فيه حتى تشبعوا بلا سكر لانه ما فيهش السعرات الحراريه، شربوا براد جوج ثلاثه اللي عجبكم، ما فيهش نهائيا السعرات الحراريه. كنزيدوا معاهم واحد 50 غرام ديال الخبز، قلنا الفطور ديال يوم الاحد بيضه وحده مع اتاي بالسوس مع 50 غرام ديال الخبز. بالنسبه للغدا غادي نحتاجوا الحوت، الا درتو الحوت حيت كنبغيو نوعو هكا، 100 غرام ديال الحوت، 200 غرام ديال السلطه خضراء، نزيدو معها واحد 5 المعالق ديال الرز مسلوق، ماشي الرز خضر نديرو يتسلق نعبر 5 ونديرو يتسلق ونديرو كامل، لا الرز مسلوق نعبر فيه 5 ديال المعالق. اي حاجه عطيتكم العبار ديالها راه حتى كتكون مسلوقه عاد كنعبروها. بالنسبه للعشاء غناخذ واحد 50 غرام ديال الخبز وغناخذ معها 40 ولا 40 غرام جبن ولا فرماج مع اتاي، غيتسمى كسكروط وعشاء. غنعطيكم مازال الاوقات ديال هاد الوجبات الثلاث. بالنسبه ليوم الاثنين ان شاء الله باذن الله غناخذ واحد وجبه الافطار، غناخذ بيضه مسلوقه بيضه مسلوقه زائد فاكهه زائد شاي او قهوه بدون سكر. وجبه الغداء 100 غرام ديال الحم، طماطم او خيار زائد
طماطم او خيار زائد 5 المعالق ديال لي بات. 5 المعالق ديال لي بات بصلصه خفيفه، صلصه طماطم، نديرو صلصه طماطم. بالنسبه لوجبه العشاء، حيتاش الا درتو لاصوص بيشاميل شي حاجه كتكون شويه مدمه، لا هما نديرو لاصوص طوماط من الاحسن، ونديرو فيها معلقه ديال زيت العود. بالنسبه لوجبه العشاء كنديرو واحد، ناخذ ليه واحد كاس الحليب مع واحد الفاكهه اللي هي تفاحه. بالنسبه ليوم الثلاثاء هو اللي بقى لينا، كناخذ واحد 40 غرام ديال الجبن في الفطور، ولا الزبده، الجبن ولا الزبده، انتم تشوفوا حتى حاجه ممنوعه، الجبن هو الزبده، تنزيدوا فيها واحد المعلقه ديال العسل ولا الكونفيتور اللي عندكم في الدار، معلقه صغيره ديال العسل ولا الكونفيتور، مع 50 غرام ديال الخبز ديال الدار، مع اتاي ولا القهوه، صافي. تقدروا ديروا معلقه كبيره ديال زيت العود اللي يعجبكم، سواء زيت العود سواء الزبده اللي بغيتو، المهم الدهون تكون حاجه وحده، اما زيت العود اما الزبده، معلقه كبيره ديال زيت العود، والزبده كما قلت لكم تكون واحد تقريبا ما نكملوش 40 غرام، ديروها 20 غرام، 40 غرام تكون جبن، بالنسبه للزبده تكون غير 20 غرام، الله يجعل البركه. بالنسبه لوجبه الغداء 100 غرام، يعني واحد الحك ديال الطون اللي كيكون ديال الماء، حاولوا تشريو ديال الماء، غنزيدوا عليه 50 غرام ديال الخبز، واحد نص كيلو ديال السلطه خضراء، 500 غرام ديال السلطه مخلطه فيها الفلفله فيها مطيشه فيها تكون مخلطه، ونعبروا فيها نص كيلو، اللي ما عرفاتش نص كيلو راه هي زلافه كبيره، زلافه دوك الكبار هذوك عمروهم بلا سلطه ديالكم وكلوها بالصحه والراحه. بالنسبه لوجبه العشاء كنديروا فيها الحليب، وتنزيدوا فيها 50 غرام ديال الكورن فليكس اولا الشوفان، كورن فليكس راه عرفتوه ولا الشوفان، كناكلوه ان شاء الله، وهكا تيكون داز نهارنا ما فايتش 1200 سعره حراريه اللي كنقدروا اننا نطيحوا بها، الحمد لله والشكر لله. هادو ان شاء الله كما قلت لكم هذا غادي يكون اسبوعي، كنحط لكم ريجيم اسبوعي، هذا غيكون في هذا الاسبوع، الاسبوع الجاي نغيره ان شاء الله، الاسبوع الاخر نغيره باذن الله. فمرحبا بكم كاملين، وكنتمنى انكم تزعموا، راه اهم راه الحاجه الصعيبه هي البديه، راه من بعد راه وتوانسوا كتوانسوا حتى في المجموعه الحمد لله. من بعد ان شاء الله غادي كما قلت لكم دائما انا غنبقى مواظبه معكم، وغنبقى تابعاكم ان شاء الله تطيحوا في البوا ديالكم، لانني كنت جربت اشنا هو الوزن الزائد، جربت شحال من حاجه. المهم بالنسبه لهذا الشيء كامل تنزيدوا عليه التصبيرات، تصبيرات اشنا هما التصبيرات، التصبيره ديال 11 هي اللي كتصبرنا زعما على الجوع ما بين الفطور والغداء، لان الاوقات بعدا نعطيهم لكم ديال الفطور والغداء والعشاء. الفطور خاص يكون ما بين 8 حتى 9، الغداء خاصو يكون ما بين 12 حتى الوحده ولا الوحده للجوج، ما تفوتيش فيه الجوج. بالنسبه للكوتي ما بين 4 حتى 5، وبالنسبه للعشاء ما بين 7 حتى 8، دونك هادو هما الاوقات ديال الاكل. هنايا بالنسبه للتصبيرات بحال 11 مع 11 ومع 4، دوك الوقيتات اللي تيجينا فيهم الجوع، كناخذو اما دانون مسوس ياغورت طبيعي، ولا قطعه بسكوي يعني جولدن، عرفتوا داك جولدن اللي تيكون فيه لا شوكولات لا والو، نقدروا ناخذوا ديك اللعيبه ديال درهم وناكلوها، ولا كيكه مطيبينها للدار ناكلوها في الكوتي، ما كاين حتى شي مشكل، ناخذوا واحد القطعه ما فايتهاش 100 غرام وتناكلوها، ولا الفواكه كناخذوا واحد 200 غرام ديال الفواكه وكناكلوها وكنكونوا هكا شبعنا. بالنسبه لهذا التصبيرات يعني الوقيته ديال 11، الوقيته ديال 11 اللي غناخذوا فيها هذا الشيء، ناخذوا فيها اما ياغورت طبيعي اما بسكوي اما قطعه حلوه اما فواكه، قطعه حلوه او فواكه. بالنسبه للكوتي ديال العشيه كناخذوا فيه الشاي، وكنزيدوا عليه 100 غرام من اي حاجه طيبناها لوليداتنا، طيبنا الكيكه، طيبنا المسمن، طيبنا الحرشه، طيبنا الملاوي، طيبنا القرص، اي حاجه طيبتيها لوليداتك خذي منها 100 غرام عبريها وكليها، والغد ليه ديري الفواكه، بعد غدا ديري 100 غرام داكشي اللي طيبتي لوليداتك، وبقى هكا بنادم ينوع. كلشي مكتوب عندكم فهنايا، اللي بغات هاد لا ليست كامله تمشي الانستغرام، غادي نلوح ليها لا ليست ان شاء الله في الانستغرام، غادي نحطها، وكل نهار غنبدا نحط، كل نهار غنبدا نحط الريجيم في الانستغرام، كل نهار ليدا اللي بغات تبعني في الانستغرام ان شاء الله، لانني كل نهار غنبدا نحط فيه الريجيم باذن الله. كاين نصائح اللي هما هادو غادي تشوفوهم باتباع الريجيم، انك اذا شعرتي بالجوع بين الوجبات بامكانك تناول تفاحه او خيار، الى حسيتي بالجوع بين الوجبات يعني كليتي داك التصبيره ديالك ولا في الليل الى جاك الجوع كولي خيار ولا تفاحه، هادشي في الليل من ورا العشاء ولا ملي كيجيك الجوع، ملي كتحسي براسك راكي مقبوطه بالجوع.
عاود يجب المشي لمدة 45 دقيقة على الأقل. على الأقل ما كنقولش لكم خرجوا، ودابا حاليا كاينه كورونا ما تخرجوش، ولكن راه ترينيو في الدار. غتشدوا واحد الحبل، ها هو داكم كان حدايا غنوريه لكم، انا عندي حبل اللي كنتريني به. حبل حبل، ديروا كابل عندكم في الدار وبقاو تصوطيو. اليوم ديروا 10 المرات، غدا ديروا 20 مره. غادي نلوح لكم الجدول كذلك ديال هكا ديال اللي بغات دير الحبل، راه زوين. راه الا ما كديري حتى شي رياضه وكديري غير الحبل في الدار، كوني اكيده ان العضلات ديالك غيتشدوا، اللحم ديالك ما غتبقاش مهلهله، وغتقادي وكلك غتكوني زوينه. كوني اكيده من هذه. المهم ثم كما قلت لكم تابعوني على الانستغرام، لان كل نهار غنحط لكم نصائح ان شاء الله باذن الله. نكملوا كما قلت لكم النصائح. شرب كميه كبيره من الماء، من ايطرو ونص الى ما فوق. الماء ضروري ضروري نشربوه. يوم الميزان غادي يكون كل نهار جمعه ان شاء الله باذن الله في الصباح، كتعبروا وتتحطوا ليا لو بوا ديالكم، سواء متابعيني في اليوتيوب سواء متابعيني في الواتساب. وحتى في اليوتيوب دابا غيخص كلشي اللي متابعني في الواتساب يكتب ليا في اليوتيوب، لانني غادي ندير واحد البوست غنقول لكم كتبوا فيه شحال الوزن ديالكم اللي لقيتو، لان دابا صافي غادي نعست عليكم باش ما تسيبوش. هادشي اللي كاين. واحد الحاجه اخرى تفكرتها بغيت نقولها لكم، الماء. حاولوا ان الماكله ديال لي سالاد، حاولوا انكم تسبقوا لي سالاد في الغداء، سبقوا السالاد كلوها كامله لانها تتشبعكم وعافاكم. كلوا بشويه عليكم بشويه عليكم، الا كليتو بشويه راه كتشبعوا، الا بكليتو بالزربه ما تتشبعوش نهائيا. كلوا غير بشويه عليكم وبالمهل. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. كما قلت لكم النمره اسفل الفيديو، مرحبا باي وحده غتبعني. غيكونوا هذا دروس، غيكونوا فيديوهات في اليوتيوب، غادي يكون في الانستغرام، غادي يكون في الواتساب. فمرحبا والف مرحبا بكم. الواتساب النمره اللي اسفل الفيديو اللي بغات تدخل لمجموعات الواتساب كما قلت لكم، صيفط لي ضروري اوديو باش نتاكد من انها امراه ولا ماشي امراه. ضروري، لان حنايا حريصين شويه في ديك المجموعه وهذا الشيء اللي كاين. وكنتمنى ان الفيديو ديالي اليوم يكون عجبكم. ما تنساوش ديروا لي جيم وتبارطاجيو الفيديو ان شاء الله. بالسلامه عليكم، تلاقاو فيديو اخر. بالسلامه عليكم.